برج السرطان 21 حزيران لأمدين 22 لا. لا 22 تموز. السرطان بالعكس أول السنة وآخر السنة منيحة، إشكالات بنص السنة. أول سنة يعني جانوري فبروري كلها كان جانوري فبروري مارتش أبريل اوكي لحد 11 ايار تيفوت لايار بيكون مرتاح وعنده اجواء جيده تغيير تاثيرات جيده لجوبيتر لانه موجود ببرج الحوت اذا ببرج مائي مثله بيعطيه افاق كثير جيده وجديده وبيغير السرطان باسلوبه هي سنه التغيير الاسلوب عند السرطان حتى طريقه حياته بتتغير بهالسنه سنه الفرص السعيده عنده فرص مدهشة السرطان بأول السنة وبعد تشرين الأول بعد أكتوبر في أخبار جيدة بتلقاها طوال السنة بيستفيد منها لأنه مارس وفينوس بيدعموه بأوقات كتيرة هالسنة بوجودهم محل ما ينتقلوا طبعاً هذا بيقراهم وبيشوفهم أمتين وعنده ثقة بترجع لنفسه بعد ما فقد بفترة من الفترات الثقة بالنفس بلاقي أنه هو عنده ثقة خاصة أنه بيأدي دور مهم بشهر شباط بشهر فبراير بالهدى بأيار بماي بتموز كمان وبآب عنده أشهر قد تكون مهمة ومصيرية وبيلعب فيها دور حتى ولو كان من أيار لتشرين الأول في عنده معاكسة فلكية بس ما بتكون هالقد قوية رح تكون رح نشوف عامين أكثر رح تكون قوية بس تأثيراته كتير منيحة سنة السرطان عنده جاذبية قصوى بلاحظ محل ما راح هو يستقبل بحفاوة بمحبة قدرة على تعزيز مواهبه وعلى عقد صداقات جديدة عاطفياً بيرغب بالتغيير بس في إشكالات بأول شهرين على الصعيد الزوجي عكس الوضع المهني إشكالات على الصعيد الزوجي وإلى علاقة بين الوضع العاطفي والوضع المالي بشهر آذار نيسان بيقعدوا بأفاق استثنائية يمكن يوقع بالحب إذا كان خالي القلب أو بيلتقي بحدا بيصير لرغباته أو شهر حزيران بيلاقي الحنان مبتغاه أكثر شيء بين تموز ومنتصف آب وبيلاقي يمكن نصفه الآخر بشهر أيلول سبتمبر بس في كمان قطيعة عاصفة للبعض وتوتر يمكن يبلش السنة أو يحزن على حدا بحبه بشهر أيار ماي وبيرجع بيعرف مصالحة بين تموز وآب بين جولاي شو أسوأ برج السنة؟ شو بتقولي هيدا البرج الوحيد اللي خيفين عليه؟ الأقل حظاً حتى ما أقول أسوأ الأقل حظاً مش أسوأ يلي برج بده ينتبه وعنده معاناة ببعض الأحيان وبيرجع بيلاقي حاله هو الجدي بس انه منا شغل كثير يعني عنده اول سنه كثير منيحه الجدي بالعكس اول شهرين ممتازين للجدي بس عنده بين ايار وتشرين معاناه معينه نحن وصلنا